أهلا بكم وحلقة جديدة من مال وأعمال. أنا إنجي طاهر. نناقش اليوم الأسباب التي أدت إلى زيادة مبيعات الشركات الناشئة والصغيرة المستفيدة من مبادرة رواد النيل، وهذا مع الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل. أما في الفقرة الثانية فسنلقي ضوء على التحديات المالية التي تواجهها الشركات البريطانية بسبب التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية، وهذا مع عاصم منصور المحلل الاقتصادي. لكن البداية دائما مع أبرز الأخبار. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقدم مصر بمؤشر أجيلتي للوجستيات للأسواق الناشئة 3 مراكز لتأتي في المركز 18 من بين 50 دولة عام 2024، مسجلة قرب 5 نقاط مقارنة بالمركز 21 من بين 50 دولة عام 2023. وأوضح المركز أن المؤشر يهدف إلى تقييم 50 سوقا من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم، وذلك من خلال مجموعة فريدة من المتغيرات التي تقيس الأداء الحالي والقصير والمتوسط عبر العوامل الهيكلية والدورية في أسواق الخدمات اللوجستية في كل دولة والقطاعات الرأسية الرئيسية. بحث رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع سفير بلجيكا لدى القاهرة تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ظل الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية في المرحلة الحالية والتي تستهدف عددا من الوجهات من بينها القارة الأوروبية. تناول اللقاء أبرز المزايا التنافسية التي تملكها الهيئة، خاصة الموانئ 6 على البحرين المتوسط والأحمر، موضحا الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير موانئها والوصول بخدماتها لمستويات عالمية، لافتا كذلك إلى جهود توطين صناعة الوقود الأخضر التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع كبار الشركاء الدوليين من مختلف أنحاء العالم لتعظيم الاستفادة من موارد المنطقة الاقتصادية. توقع أصحاب العمل في المملكة المتحدة تباطؤ وتيرة الزيادة في الأجور هذا العام للمرة الأولى منذ بداية 2020. وأظهر الاستطلاع الخاص بآراء أكثر من 2000 صاحب عمل في بريطانيا خلال يناير الماضي أن المعدل المتوقع لزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص تباطأ إلى 4%، وذلك من 5% في المسح السابق. وأوضح الاستطلاع تراجع المعدل المتوقع لزيادة الأجور في القطاع العام إلى 3% من 5%. وشهدت المملكة المتحدة فترة متواصلة من النمو المرتفع للأجور نتيجة لتشتيت ظروف سوق العمل وارتفاع التضخم الذي أدى لزيادة تكاليف المعيشة. ارتفعت مبيعات موسكو من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا بنسبة 41% على أساس سنوي خلال الأشهر 9 الممتدة بين يناير وسبتمبر من عام 2023. وخلال الشهر الماضي تراجعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 1.19% إلى 15,800,000 طن متري في 2023، بينما انخفضت صادراتها إلى آسيا 11% لتصل إلى 14,900,000 طن خلال نفس الفترة. هذا ووصلت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي عند 3,200,000 طن في ديسمبر من عام 2023، واستحوذ مشروع يامال على 1,900,000 طن من بينها. تراجعت أسعار العقارات التجارية في ألمانيا بأكبر وتيرة سنوية لها على الإطلاق في الربع الأخير من 2023، حيث يعاني القطاع العقاري المتعثر في الاقتصاد الأكبر على مستوى أوروبا أزمة هي الأسوأ منذ عقود. وقالت جمعية في دي بي المصرفية إن أسعار العقارات التجارية في ألمانيا انخفضت بنسبة 12.2% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2023. وأوضح البيان أن بيانات الجمعية أظهرت انخفاضا بنسبة 16.5% في أسعار العقارات التجارية الألمانية، وذلك مقارنة بذروة ارتفاعها في الربع الثاني من عام 2022. خفضت شركات تكنولوجية منها مايكروسوفت وسناب وإي باي وباي بال إجمالي 34,000 وظيفة هذا العام، مع اتجاهها لتعديل حجم قوتها العاملة من أجل الاستثمار في مجالات منها الذكاء الاصطناعي والتوليدي.
وخفضت إجمالي 138 شركة تكنولوجية موظفيها منذ بداية هذا العام، ليشهد يناير أكبر تخفيضات شهرية في الوظائف منذ مارس 2023، وذلك بعدما شهد قطاع التكنولوجيا بشكل عام خفض 263 ألف وظيفة في 2023. بعد الفاصل لقاء مع الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، والحديث سيكون حول دور المبادرة في دعم الحلول الإبداعية في الاقتصاد المصري، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلنت مبادرة رواد النيل عن زيادة بنحو ملياري جنيه في مبيعات الشركات المستفيدة من برامج الاحتضان ودعم الصادرات التي قدمتها المبادرة منذ إطلاقها في 2019 لنحو أكثر من 1500 شركة. نتابع المزيد حول هذا الملف بالتفاصيل. تنضم إلينا عبر في الاستوديو الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك دكتور. في البداية لو نعطي يعني لمحة عن هذه المبادرة باختصار، الفكرة منها، الغرض منها، إيه التارجت أودينس؟ طيب، هي المبادرة هي شراكة استراتيجية ما بين جامعة النيل الأهلية والبنك المركزي المصري، ويتشارك فيها مجموعة من البنوك إلى جانب وزارة التخطيط وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والهدف من المبادرة دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات التصنيع، الزراعة، التحول الرقمي والتكنولوجيات الفائقة أو ما نطلق عليه cutting edge technologies أو deep technologies. يعني بنقدم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة عن طريق مجموعة من البرامج. من البرامج دي برنامج البرامج التدريبية أو بناء قدرات، وفيها نجحنا في خلال السنين اللي فاتوا إن احنا ندرب 13 ألف شاب وفتاة في على مبادئ ريادة الأعمال أو على التكنولوجيات اللي بيحتاجها سوق العمل، سواء كانت تصميم من أجل التصنيع، تصميم استنباط، embedded systems الأنظمة المدمجة، software development، website development، UI و UX، موبايل اب ديفلوبمنت. فدي بعض التدريبات اللي احنا قدمناها في التكنولوجيز للشباب. نيجي بعد كده لبرامج ما قبل الاحتضان والاحتضان والمسرعات، وفيها بندعم من الفكرة وحتى نمو الشركة الناشئة، وده عن طريق مجموعة من الحاضنات بتشتغل في مجالات مختلفة أو تخصصات مختلفة، سواء كانت المجالات الإبداعية أو مجال السوفتوير أو الصناعة والسستينابيليتي والمواد الصديقة للبيئة، وإلى جانب كده طبعا الكاتينج إتش تكنولوجيز أو التكنولوجيات العميقة اللي جاية نبعة من البحث العلمي اللي موجود في الجامعة، ومن خلاله بنحول مخرجات البحث العلمي إلى شركات، والشركات دي قادرة على النمو. طيب طريقة عمل هذه الحاضنات بتكون ايه يا دكتور؟ بنفتح الموضوع، بنفتح باب التقديم لثيم معين، وبيجي لنا عدد من التقديمات، وبناء عليه بنفرزها وبنطلع منها مثلا بنختار حوالي 30 فريق، بنعمل لهم برنامج تدريبي اولي، وبعد كده بنطلع منه عدد من الشركات بتدخل في برنامج سواء كان ما قبل الاحتضان او الاحتضان، ومن خلاله بنساعدها على تطوير المنتج الاولي، على تسجيل شركه لو كان برنامج احتضان، على النزول للسوق، وان هم يعملوا تيستينج او فاليديشن، يختبروا المنتج في السوق ويتاكدوا من طلب العميل ليه، بحيث ان هو المنتج يبقى متوافق مع احتياجات العميل، وبالتالي نحاول ان احنا نكون بنحط بذور شركات ناجحة. المراحل اللي بعد كده بقى مراحل التسريع، بندخل فيها الشركات لبرنامج عشان خاطر اعداد الشركة للاستثمار، وفيها بيبقى فيه نوع من ان احنا نعمل تقييم للشركة، وبنساعد الشركة الناشئة على ان هي تتقدم بتعمل بيتش او تعمل برزنتيشن قدام مجموعة من المستثمرين عشان خاطر تحصل على
على استثمارات. نيجي بعد كده للبرنامج بعد كده هو الابتكار، وده بنساعد سواء الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة المتوسطة على تطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي. في منتجات كتير أو إحنا بنستوردها من خارج مصر ما هيش تكنولوجيا صواريخ يعني يعني بإمكاننا إن إحنا نصنعها في مصر. وبالتالي زي إيه مثلاً؟ زي مثلا المفصلات، زي في أجهزة بتدخل في صناعة الأجهزة المنزلية. أوكي، فبنساعد الشركات عن طريق عمل هندسة عكسية للمنتجات دي، بحيث ان احنا نقدر ان احنا زي ما نقول ايه كومبوننت او المكونات نقدر ان احنا نصنعها محليا، انه يبقى في بديل للمكون الاجنبي في بعض الصناعات. بالزبط. طبعا دي نقطه مهمه جدا في التوقيت ده، بس حضرتك اتكلمتي باستفاضه الحقيقه عن هذه النقطه وذكرتي نقطتين، فكره اختيار الفرق عايزه اسالك فيها، وفكره تقييم الشركه واعدادها لانها تجذب استثمارات وما الى ذلك. خلينا نبدا باختيار الفرق، معاييركوا ايه لاختيار الفرق اللي بتندمجوا معاها فيها بالشغل؟ طيب، اولا الفريق نفسه والاشخاص اللي موجوده فيه يبقى عندها القدره على تنفيذ الفكره، يبقى عندها تبقى ملمه بالجوانب المختلفه لانشاء الشركه. يعني انا مش عايزه فريق يبقى كل الناس اللي فيه تكنيكال ومفيش حد فيها يقدر يبيع مثلا. اوكي، فلازم يبقى الفريق فيه مختلف القدرات، انه تبقى البيزنس بلان واضحه ومدروسه. مش لازم، لا ما بنبداش ببزنس بلان، بنبدا بفكره، بس بيبقى قبل ما تبقى بزنس بلان عايزين نعرف بس السوق بتاعها عامل ازاي. فهل في احتياج للمنتج ده في السوق؟ هل اتكلموا مع عملاء مثلا وعرفوا منهم اهتماماتهم ايه او احتياجاتهم ايه، بحيث ان هو المنتج اللي يطلع يقدر يوفي احتياجات العميل ولا لا، السوق كبير بما يكفي ولا لا. فكل دي أسئلة بنسألها، ومهم قوي السوق، مهم قوي القدرة اللي موجودة عند الفريق على تنفيذ الفكرة تقنيا برضو، بحيث ان احنا نزوج ما بين السوق وما بين المنتج اللي بيطلع. رائع. طيب بالنسبة لمرحلة التسريع اللي حضرتك اتكلمت عنها، ودي اللي بيتم إعداد الشركة فيها للاستثمار، وحضرتك قلتي انه بيحصل تقييم للشركة وإعدادها ان هي تجذب استثمارات، معايير هذا التقييم بتكون ايه، والاستثمارات المنشودة بتكون نوعها ايه؟ طيب، مبدئيا لازم الشركة تكون بدأت تبيع. اوكي، فيبقى في نوع من الجذب على المنتج بتاعها من السوق، فالشركه اثبتت ان المنتج بتاعها في احتياج ليه في السوق. الى جانب كده يبقى السوق واعد بما يكفي ان هو يمتص لما الشركه تكبر، ان احنا نقدر يا اما نبيع المنتج او الخدمه محليا، يا اما يتم تصديرها. الاستثمارات اللي بتبقى مطلوبة بتيجي في هيئة investment أو استثمارات بتتحط في الشركة مقابل جزء من ملكية الشركة. والمستثمر لازم يبقى متأكد ان الشركة دي هتحقق له العائد من الاستثمارات اللي بيحطها، وبما ان هو بيبقى عادة رأس مال مغامر، فبيبقى عايز العائد يبقى أضعاف أضعاف الاستثمار اللي هو حطه. طيب القيمة السوقية، لو في نماذج يعني مرت على حضرتك، القيمة السوقية لمثل هذه الشركات مع الوقت بتنمو بقد ايه، بتبقى عاملة ازاي؟ يعني في مؤخرا مثلا شركة طلعت من عندنا حصلت على استثمارات $1,300,000 من مجال من خارج مصر. فنتك؟ دي لا، دي بتستخدم الـ AI الذكاء الاصطناعي في العمارة. اوكي، ففي دراسه الظروف المحيطه بالمباني مثلا. فدي نوع من او نوعيه من الاستثمارات اللي بتيجي. في شركه دلوقتي ان شاء الله هيتم الاستحواذ عليها من قبل شركه تانية. اوكي، ودي بتشتغل دي من مخرجات البحث العلمي في جامعه النيل، ودي بتشتغل باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الاشعه عشان تعمل ديتكشن لسرطان الثدي. دي مهمة جدا. طب والشركة اللي هتستحوذ عليها هتكون شركة مصرية ولا أجنبية؟ لا، هي شركة أمريكية. أوكي، رائع. طيب حضرتك اتكلمتي انه مينلي بشكل رئيسي القطاعات اللي بتعمل فيها هذه الشركات بتكون تصنيع، زراعة، تحول رقمي. نسبة كل قطاع من دول قد ايه، او النصيب لكل قطاع من دول قد ايه؟ تقريبا التحول الرقمي 40%. لا ثواني، في عندنا على فكرة يعني كذا، بالنسبة للمسرعات التحول الرقمي 40%، التصنيع حوالي 40%،
وفي 20% أنواع أخرى. بس في الزراعة بتبقى تكنولوجيات زراعية. فأنا ممكن يبقى عندي شركة بتشتغل تحول رقمي بس بتشتغل مع زراعة في نفس الوقت لينكد بشكل ما بالضبط، أو بتشتغل تصنيع في مجال الزراعة. طيب لحد دلوقتي حضرتك اتكلمت عن جهود رائعة جدا بتقوم بها هذه المبادرة. حضرتك اتكلمت عن مسألة تدريب حوالي 15,000 شاب تقريبا، 13,000 شاب. هل كل دول مصريين فقط أم أنه في توسع في جنسيات أخرى؟ هم غالبيتهم أو تقريبا هم كلهم مصريين في الوقت الحالي، ولكن عندنا برضو منصة للإرشاد الزراعي داخل عليها 90,000 مستخدم، وفوجئنا وهي باللغة العربية، ووجدنا ان من اللي دخلوا عليها ناس من دول عربية اخرى غير مصر. أوكي. فكانوا مستفيدين برضو من وجود المنصة دي. ودي حصلت على جائزة افضل محتوى عربي من قبل الاسكوا في لبنان السنة اللي فاتت. والمنصة دي شراكة ما بين مبادرة رواد النيل واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعنا فيها جامعة الفيوم اللي وفرت المحتوى الزراعي، واحنا وفرنا بناء المنصة وانتاج المحتوى اللي موجود فيها. طب وبالنسبة للدول الأفريقية تقريبا كان في عدد من الجامعات الأفريقية قدمت طلبات؟ مؤخرا يعني أو بدءا من شهر 6 اللي فات حصلنا على جائزة الجامعة الريادية رقم 1 في أفريقيا، وبالفعل كذا جامعة أفريقية من اللي كانوا موجودين في المسابقة. المسابقة كانت عالمية وكانت على مستوى كل قارة، فجامعة النيل حصلت على الجامعة الريادية رقم 1 في أفريقيا، وجالنا طلبات من أكتر من دولة. وقتها حتى كانوا من بوتسوانا ونيجيريا أكتر 2 طلبوا أن احنا نشاركهم التجربة بتاعتنا. وبعدين حصل تاني أن كان في مؤتمر في رواندا وتلقينا في وعرضنا برضو التجربة بتاعت مبادرة رواد النيل من خلاله، وتلقينا حاجة زي 35 طلب من جامعات مختلفة في أفريقيا، منهم من كينيا، رواندا، جنوب أفريقيا، نيجيريا، بوركينا فاسو، كاميرون، بيطلبوا ان احنا نشارك برضو المبادرة والتجربة بتاعتها ونعرفهم ازاي ان احنا قدرنا نوصل للأرقام دي في الفترة الزمنية، انه هي اصبحت نموذج يعني بيحتذى به في الدول دي. مع العلم على فكرة ان الدول دي برضو عندها تجارب، واحنا طلبنا منهم ان هم يشاركونا في تجاربهم لان هم كان عندهم تجارب مختلفة برضو اقاموها من حيث إيكو سيستم لريادة الأعمال، وإزاي إن هم عملوا فيه تغيير أو تغيير في القوانين. فلازم يبقى فيه تواصل ما بين الدول وبعضها لمشاركة التجارب المختلفة. طيب مشاركة التجارب دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، حضرتك ذكرتي نماذج من الدول الأفريقية، هل في تجارب أخرى في دول أخرى استعنتم بها أثناء يعني طرح هذه المبادرة في الأول خالص؟ يعني احنا استفدنا من تجارب كتير شاهدناها سواء كانت في أمريكا أو في أوروبا، بالأخص في ألمانيا والنمسا وفنلندا والسويد. فكان في زيارات مختلفة للدول دي وتعرفنا فيها على بيئة ريادة الأعمال وعلى الأنشطة اللي بتقدم هناك من خلال الجامعات وبالتعاون مع الجهات المختلفة داخل الدولة. وبالفعل حاولنا بقدر المستطاع نقل أفكار موجودة من هناك وطبقها على أرض الواقع. وبقى يبقى جلنا زيارات من الدول اللي احنا رحناها، يعني كنا بنروح جامعة توركو في فنلندا وجامعة غاي يونيفرسيتيت برلين في ألمانيا وتيو برلين، وجالنا لما بيجيلنا زيارات من عندهم بنفرجهم على اللي احنا عملناه، وهم نفسهم بيبقوا منبهرين ان احنا قدرنا مش بس ننقل التجربة، بننقل تجارب مختلفة من دول مختلفة، وبيتم توفيقها بشكل ما ان هي تكون مناسبة لطبيعة البيئة هنا الاقتصادية والاستثمارية وبالنسبة لريادة الأعمال هنا في مصر. بالضبط، لان احنا كمان بنطبق الكلام ده مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. احنا نجحنا في خلال الخمس سنين اللي فاتوا ان احنا نشتغل مع 800 شركة صغيرة ومتوسطة في كم خدمات مختلف، سواء كان خدمات تدريبية أو تطوير منتجات، لأن احنا نجحنا في تطوير 200 منتج في الفترة اللي فاتت، أو تدريب على التصدير، أو تدريب مع البنوك المختلفة على سبل التمويل المختلفة اللي ممكن الشركات دي تتوسع بيها. وبالتالي الشركات دي زاد من يعني الإيرادات بتاعتها حوالي 2 مليار جنيه، وده مش من 800 شركة، ده من حوالي 50 شركة
احنا قدرنا ان احنا نجمع البيانات بتاعتها، لان مش كل الناس بترد على الاستبيانات اللي احنا بنبعتها. يعني المليارين جم من 50 شركة، حوالي 50 شركة. هو في الحقيقة انا لفت نظري فعلا الرقم ده، انه في مبيعات الشركات المستفيدة من برامج المبادرة حضرتك ذكرتي ان هي 50، ايه عدد فرص العمل اللي تم توفيرها في هذا النطاق؟ اللي احنا سجلناه زي ما نقول ايه بطريقة مباشرة اكتر من 2300 فرصة عمل، لكن البنك المركزي بيقدر الفرص الغير مباشرة بحوالي 35000 فرصة عمل. 35000 ده يعني رقم يعني مبشر للغاية طبعا. وده بيجيبنا لل زي ما نقول المحور الخامس اللي انا لسه ما كلمتش عنه، هو مراكز تطوير الاعمال. ودي تحت مظلة البنك المركزي، ومنها تم يعني انشاء اكتر من 80 مركز تطوير اعمال في بنوك مختلفة موجودين في أكتر من 20 محافظة في مصر. والهدف منهم برضو تقديم خدمات غير مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقدر أن هي تعرف تحصل على تمويل، إيه نوع التمويل المناسب ليها. مش دايما ممكن يبقى قرض، لا ممكن يبقى فيه سبل أو منتجات تمويلية مختلفة تقدر تستفيد بيها. إلى جانب كده في خدمات تانية أن هي تقدر بتساعدها على الحصول على تراخيص، إزاي تعمل دراسات الجدوى إلى ده، بيتم تقديمه من خلال مراكز تطوير الأعمال. البنوك النصيب الأكبر بنوك تابعة للدولة أم النصيب الأكبر للبنوك تابعة للدولة، ولكن في بنوك برضو غير تابعة للدولة موجودة في حوالي 18 بنك حاليا موجود في مراكز تطوير الأعمال. فكرة مراكز تطوير الأعمال اللي موجودة في 20 محافظة يا دكتور، تابعتوا تفاعل الناس في المحافظات دي إيه؟ يعني المراكز تطوير الأعمال وفرت تمويل بقدر 4.7 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة، قدمت أكتر من 50000 دراسة جدوى، عدد مهول من الخدمات، تقريبا 80000 خدمة قدمتهم للمستفيدين اللي زاروهم من المحافظات دي على مدار الثلاث سنين أو الأربع سنين اللي فاتوا. طيب ايه البرامج الخاصه اللي قدمتها المبادره لدعم وتعميق التصنيع المحلي، بما انه حضرتك اتكلمتي في البدايه عن جزء مهم جدا في مساله تصنيع بعض المكونات المحليه اللي ممكن تغطي المكونات المستورده؟ طيب عن طريق برنامج الابتكار قدرنا ان احنا نعمق التصنيع المحلي او نساعد في تعميق التصنيع المحلي عن طريق عمل الهندسه العكسيه لعدد كبير من المكونات اللي بتدخل فيه صناعات مختلفه، وبالاخص صناعه الاجهزه المنزليه و صناعة السيارات. لكن في نفس الوقت جالنا طلبات، يعني اشتغلنا مثلا مع قطاع الأثاث. قطاع الأثاث كان بيشتكي من عدم وجود بعض المكونات، واشتغلنا مع قطاع المنتجات الهندسية، فقدرنا ان احنا نعمل ما نطلق عليه تشبيك ما بين المنتجات الهندسية وقطاع الأثاث، بحيث ان الصناعات الهندسية يقدر يوفر لقطاع الأثاث بعض المكونات اللي قطاع الأثاث بيحتاجها. نفس الشيء في قطاع الصناعات الكيماوية، قدرنا برضو ان احنا نوفق ما بينه وما بين قطاع الأثاث، عشان خاطر الصناعات الكيماوية عنده قدرة على توفير بعض المنتجات اللي قطاع الصناعات الكيماوية بيستوردها. ففي حاجات احنا دخلنا فيها كتطوير منتجات وكهندسة عكسية، وفي حاجات احنا كل اللي احنا عملناه ان احنا فتحنا الباب للتشبيك ما بين قطاعات مختلفة كانت يعني منفصلة عن بعض، ان احنا شبكنا عرفنا قطاع منهم بطلبات القطاع الآخر. دي نقطة مهمة قوية. طيب بما انه حضرتك ذكرتي مثال قطاع الأثاث، هل بتبقى احتياجات الشركات بشكل عام بتبقى متركزة في الجزء التكنولوجي اكثر، ولا في جزء اللي علاقة بالمواد الخام؟ الاثنين. يعني العمل مع قطاع الأثاث مثلا احنا اشتغلنا معاهم في جزء ما نطلق عليه operational excellence. اوكي، ان هم يزودوا ان القطاع يبقى اكثر الافيشنسي بتاعته تزيد، يقدروا ان هو يبقى فيه كفاءه اكثر في الانتاج. عملنا لهم ما نطلق عليه الفاسيليتيز بلاننج، الترتيب او نظام وضع الماكينات داخل المصنع بحيث ان هو يوفر في الوقت ويوفر في الهدر. اوكي، تدريب على الجوده، تدريب على التصميم. اوكي، في نفس الوقت كان في تدريبات على المبيعات، ان انا ازاي ان او التسويق، ازاي ان انا احط نفسي على بلاتفورمز عالميه بحيث ان انا كمان ممكن ابدا اصدر. تدريب على مهارات التصدير. فبيبقى في برنامج متكامل وبيبقى نابع من احتياجات القطاع ده. واحنا على فكره ما بنشتغلش لوحدنا، يعني احنا في الشغل مع قطاع الاثاث اشتغلنا مع المجلس التصديري لصناعه الاثاث.
فالصناعات الهندسيه المجلس التصديري للصناعات الهندسيه، في الكيماويات المجلس التصديري لصناعه الكيماويات والمجلس التصديري للتعبئه والتغليف. فنفس الشيء مع غرفة صناعة المنسوجات، فبنشتغل مع ناس متخصصة في هذا القطاع للتعرف على الشركات الجادة اللي احنا ممكن نشتغل فيها، وبنشتغل مع بعض في تطوير او تصميم البرامج اللي القطاع ده بيحتاجها بالذات. طيب دكتورة، في البداية حضرتك اتكلمتي عن انه في منصة موجودة وانتوا تابعتون عليها حوالي 90,000 بيتفاعلوا، منهم حتى من دول عربية. ده يخليني أسألك عن آليات التسويق لهذه المبادرة اللي بتستخدموها، بتكون إيه؟ بتعتمدوا على أنهي تولز للتسويق؟ طيب إلى حد كبير قوي بنعتمد على السوشيال ميديا، وجودنا على منصات التواصل الاجتماعي موجود وبقوة، لكن في نفس الوقت بنبقى موجودين على الأرض مع الشباب في خلال الفعاليات الكتيرة اللي بتحصل على مدار العام. ده من ناحية. من الناحية التانية بيبقى لنا تواجد في الجامعات المختلفة، يعني احنا الحمد لله بنعتز ان احنا عندنا علاقة صداقة مع جامعات مختلفة، وبننزل نعمل أنشطة مشتركة معاهم، سواء مثلا جامعة الفيوم، جامعة عين شمس، الأكاديمية البحرية، جامعة القاهرة، جامعة جنوب الوادي، دي الجامعة اليابانية. فعندنا شراكات ومشاريع مشتركة مع الجهات دي، فبتؤهلنا ان احنا نعمل معهم انشطة على الارض. دكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا يا فندم. بعد الفاصل لقاء مع عاصم منصور المحلل الاقتصادي، والحديث سيكون حول التحديات المالية التي تواجه الشركات البريطانية في هذه المرحلة. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تسببت معدلات التضخم المرتفعة وأسعار الفائدة العالية في بريطانيا في توليد موجة جديدة من التحديات المالية للشركات التي تواجه حاليا صعوبات شديدة متأثرة بما يمر به اقتصاد المملكة المتحدة من تحديات. نناقش الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفي الأستاذ عاصم منصور المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا أستاذ عاصم. بعد التحية، في البداية، ما نوع وطبيعة التحديات المالية اللي بتواجهها الشركات في بريطانيا اليوم؟ مساء الخير. وكما تفضلتي أستاذة إنجي بأن معدلات التضخم المرتفعة والفائدة المرتفعة هي السبب الرئيسي في زيادة الضغوط سواء على الشركات أو حتى على المستهلك. الأمر هنا ليس متعلق فحسب بمعدلات الفائدة المرتفعة، ولكن أيضا بمعدلات النمو الضعيفة. فيعني إذا قارنا حتى اقتصاد المملكة المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية، سنلاحظ أن الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة جيد برغم من معدلات الفائدة المرتفعة، ولكن في المملكة المتحدة هناك حالة من التخبط في السياسة المالية وحتى السياسة النقدية الخاصة ببنك إنجلترا. فيعني الاجتماع الأخير الذي تم انعقاده في 1 فبراير الماضي، كان هناك انقسام واضح جدا في أصوات لدى أعضاء لجنة السياسة النقدية. هناك عضوان صوتوا في صالح رفع معدل الفائدة، وعضو صوت في صالح خفض معدل الفائدة، وستة أعضاء صوتوا في صالح الإبقاء على معدل الفائدة، مما يشير إلى أن هناك حالة من الضبابية في توجهات السياسة النقدية. معدلات الحالة من الضبابية أستاذ عاصم بتنعكس على كل القطاعات في الاقتصاد البريطاني. قبل رفع الفائدة من قبل المركز البريطاني، ألم يأخذ في اعتباره حدوث مثل هذه التحديات؟ صحيح، ولكن يعني عندما ينظر البنك المركزي إلى الوضع الاقتصادي، فإن الأنظار تتوجه في الأساس إلى معدلات التضخم. ومعدلات التضخم في المملكة المتحدة هي أعلى بكثير من مقارنة بالولايات المتحدة أو حتى منطقة اليورو. نتحدث عن معدلات تضخم تتجاوز 4%. أدت أيضا معدلات الفائدة المرتفعة أستاذ إنجي إلى زيادة الضغوط على سندات الشركات التي تسعى للحصول على التمويل. يعني هناك حوالي 30,000 شركة تقدموا بإجراءات التعثر خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ 30 عام. أيضا هناك سندات قيمتها حوالي 15 مليار دولار، يعني تتداول عند مستويات متدنية جدا، وهذا هو أيضا ارتفاع بنسبة 50% منذ شهر سبتمبر الماضي. تلك الشركات تواجه ضغوط قوية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، وفي الوقت الذي يعني ينتظر فيه العالم اتجاه البنوك المركزية لخفض معدلات الفائدة، إلا أن بنك إنجلترا يفضل الإبقاء، أو حتى هناك كما أشرنا أعضاء تفضل رفع معدل الفائدة. المتوقع أنه هذه الوتيرة هتستمر لحد إمتى؟
يعني كان هناك يعني حاله من التفاؤل في نهايه عام 2023 على ان يكون النصف الاول من العام الجاري هو الموعد المحدد او المرتقب لخفض معدلات الفائده، ولكن بالنظر الى تعنت معدلات التضخم في التراجع فقد ننتظر الى النصف الثاني من العام الجاري حتى يتم الاشاره الى يعني احتمالات خفض معدلات الفائده. وطالما ظلت معدلات التضخم في المملكه المتحده اعلى من النسبه يعني ال 2%، فان احتمالات خفض معدلات الفائده سوف يكون ضعيف جدا، خصوصا ان الاقتصاد البريطاني يعتمد بشكل كبير جدا على معدل الانفاق، يعني حوالي النشاط الاقتصادي يعتمد على 70% من الاستهلاك المحلي. وهناك ايضا دراسات اشارت الى ان 50% زياده في ارتفاع الاسر تتجه الى الاستهلاك بالكريدت كاردز او يعني بالبطاقات الائتمانيه، مما يزيد قال ان تلك او يعني مستويات الاقتراض ستزداد خلال الفتره القادمه. خلينا نقف عند نقطه الاقتراض يا استاذ عاصم، لانه حضرتك اتكلمت عنها منذ قليل. بالنسبه للشركات، ارتفاع اسعار الفايده بيرفع كلفه كل شيء تقريبا، خاصه الشركات اللي بتلجا للاقتراض زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل من اجل التوسع في اعمالها. ازاي بتتعامل الشركات البريطانيه مع هذه المعضله؟ يعني الشركات ذات الأحجام الجيدة أو رؤوس الأموال الكبيرة تتجه إلى إعادة هيكلة الديون لديها أو حتى استحمال الفترة التي تكون فيها معدلات الفائدة مرتفعة حتى تتجاوز تلك الفترة بمرور الدورة الاقتصادية. ولكن الشركات التي لم تتعامل بمعدلات فائدة مرتفعة أو سيناريو الاحتمال الوصول إلى مستويات معدلات فائدة مرتفعة، نلاحظ أنها تتجه إلى إجراءات التعثر، ومنها قد يعني يعلن إفلاسه كما حدث في عام 2022 و2023. الأمر هنا متعلق بمدى إدارة المخاطر لدى تلك الشركات، ولم يكن أحد يأخذ في الحسبان أن مستويات الفائدة سترتفع إلى المستويات الحالية، وبالتالي هناك ضغوط على الاقتصاد البريطاني خصوصا مع ضعف معدلات النمو المتوقع. يعني هناك صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ معدل النمو في المملكة المتحدة إلى 1% هذا العام، بل وأشارت أيضا توقعات إلى 6%، وأخيرا بلومبرج أشار إلى أن النمو قد يسجل نموا بأربعة عشر نقطة مئوية. وهذه معدلات النمو ستضغط على معدلات الاستهلاك أيضا، وستضغط على أداء الشركات، وبالتالي قد نشهد يعني ضغوطات قوية طوال عام 2024 إذا لم يتم خفض معدلات الفائدة أو حتى يعني تدخل من السياسة المالية الذي كان يعني تدخله محدود جدا في ظل زيادة عجز الموازنة. وكان هناك أيضا بعض الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ثم تم التراجع عنها مرة أخرى عندما شهدت أسواق السندات حالة من التخبط بسبب التلميح لحد ما لخفض معدلات الضرائب، بل وتم التراجع في وقت لاحق عن هذه القرارات. طب أستاذ عاصم، هل ترى أنه بريطانيا هتستقبل جزء من التضخم المتوقع حدوثه عالميا في الفترة المقبلة؟ بنتكلم عن أنه السبب هيكون التوترات الجيوسياسية، وأنا بتكلم تحديدا عن قطاع التجزئة هنا. يعني طبيعي لا شك أن العالم كله سيشهد ارتفاع في معدلات التضخم بسبب التوترات الجيوسياسية والتي تلعب في الأساس دورا في سلاسل التوريد. ولكن عند الحديث بالتحديد عن اقتصاد المملكة المتحدة، سنلاحظ أن ارتفاع أسعار الطاقة كان مهم جدا في تحديد مستويات التضخم، وكان هناك أيضا دعم من الحكومة البريطانية بتحديد سقف لفواتير الطاقة، ولكن هذا السقف لن يستمر إلى ما بعد النصف الثاني من العام الجاري، وبالتالي قد نشهد ارتفاع مرة أخرى في مستويات التضخم. على حسب بيانات التضخم الأخيرة، كان هناك تضخم ضعيف وبطيء جدا في أغلب القطاعات، ولكن قطاع أو مبيعات التبغ والكحول شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الشهر الماضي، وبالتالي قد نشهد استقرار إلى حد ما خلال شهر يناير، ولكن عودة للارتفاع من جديد خصوصا مع ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن، والذي يعني يضغط بشكل كبير على المستهلك البريطاني في نهاية المطاف. طيب أستاذ عاصم، في وقت سابق تابعنا أنه في بعض الشركات في بريطانيا قالت أنه التوترات الحالية في الشرق الأوسط هتتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلكين. لو تشرح لنا هذه المخاوف نبعة من إيه بالضبط؟ عن أي أبعاد للتوترات في الشرق الأوسط بالضبط بنتحدث؟ وكيف يمكن لهذه الشركات التحوط ضد هذه الزيادات المتوقعة؟ طبعا يعني التوترات الجيوسياسية كان سببها في الأساس زي ما تحدثنا منذ قليل ارتفاع تكلفة الشحن، ثانيا ارتفاع تكلفة التأمين على السفن، ثالثا الفترة الأطول لي يعني إيصال البضائع والسلع والخدمات إلى أوروبا باتباع
طريق رأس الرجاء الصالح. وبالتالي في يعني مع أخذ الثلاث عوامل في الحسبان فإن معدلات التضخم قد تتجاوز أيضا مستويات 5%. أيضا ارتفاع أسعار النفط الذي شكل حوالي 30% من ارتفاعات التضخم في المملكة المتحدة خلال عام 2022 و2023، ولكن التضخم في الوقت الحالي ليس السبب الوحيد يعني التوترات الجيوسياسية، بل وكانت السياسات النقدية التسهيلية من البنوك المركزية في أعقاب جائحة كورونا وضخ الأموال الرخيصة كانت سببا أيضا في ارتفاعات معدلات التضخم الحالية. وبالتالي الحديث الآن أستاذ إنجي عن مدى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة، هل ستبقى لمستويات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة من الوقت، حتى وإن يعني نحن نتحدث الآن عن احتمالات الخفض، الخفض لن يكون كبير جدا، يعني أغلب التوقعات حاليا تشير إلى 75 نقطة أساس أو 100 نقطة أساس طوال عام 2024، ولذلك لن نعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مما يعني أن معدلات النمو ستظل ضعيفة على المستوى العالمي. وهناك أيضا يعني المزيد من التقارير التي تصدر واحدة تلو الأخرى بخفض معدلات او توقعات معدلات النمو والارتفاع على مستوى بتتكلم عن 14%. طيب صحيح. بما انه حضرتك اتكلمت عن اسعار النفط، حابه يعني نفتح قوس بسيط واسال حضرتك عن مصير المبادرات اللي قامت بها المملكه المتحده في فتره تعرضت لهجوم كبير، فكره فتح باب العقود للتنقيب عن النفط، في اي تطورات في هذا الملف؟ يعني صحيح، للأسف هذه السياسة أثبتت فشلها، وكان هناك أيضا محاولات من المملكة المتحدة في السبعينات وفي الثمانينات لزيادة معدلات الإنتاج ويعني الصراع بشكل واضح ومباشر مع منظمة الأوبك، ولكن وجدت تلك الشركات في نهاية المطاف ضغوطا قوية بسبب أن تراجع الأسعار لن يكون في صالح الشركات التي تعمل في المملكة المتحدة على عكس الشركات الأمريكية. تكلفة استخراج النفط في المملكة المتحدة لا يزال مرتفعا، والشركات تحتاج إلى استقرار أسعار النفط فوق مستويات $60 و$70 للبرميل على عكس التكلفة المنخفضة جدا لدول منظمة الأوبك التي تحاول أيضا زيادة الأسعار بزيادة معدلات الإنتاج. ولذلك أي محاولات من المملكة المتحدة لزيادة معدل الإنتاج بشكل قوي جدا قد يصاحبها تراجع في أسعار النفط، وبالتالي تراجع الربحية للشركات، وبالتالي سوف تواجه ضغوط وتتراجع عن موقفها بزيادة معدلات الإنتاج. عندما نتحدث عن زيادة معدلات الإنتاج سواء من جانب المملكة المتحدة أو حتى الولايات المتحدة، يجب أن نأخذ في الحسبان التكلفة التي يتم استخراج بها النفط. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك زيادة في معدل الإنتاج مستويات قياسية بلغتها الولايات المتحدة بتخطي مستويات 13 مليون برميل يوميا، وهذه مستويات لم نشهدها. بالنسبة للنفط الصخري غير يعني طبعا خام الأورال يعني اتحرمت منه هذه المنطقة بشكل كبير. طيب ده فيما يتعلق بمسألة النفط. سريعا أستاذ عاصم، هل ترى أنه يمكن للحكومة البريطانية أو لبنك إنجلترا أن هم يفعلوا أي شيء لتجاوز هذه المرحلة بكل التوقعات القاتمة اللي بنتكلم عنها؟ للأسف أي قرار سيكون ذو عواقب وخيمة، يعني لا يوجد حل واضح للخروج من الأزمة الحالية دون التضحية بشكل ما بملف على حساب الآخر. يعني إذا كنا نتحدث عن مستويات التضخم والإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة فهو يعني كما نقول الدواء المر للخروج من الأزمة، لكن ذلك سيكون على حساب معدلات نمو ضعيفة، سيكون على حساب الضغط على بعض القطاعات وخصوصا القطاعات الاستهلاكية التي تنكشف عليها 35% من الشركات المتعثرة في الوقت الحالي. وبالتالي في عام 2024 و2025 قد يتم السيطرة إلى حد ما على معدلات التضخم المرتفعة، ولكن على حساب النمو ودفع معدلات البطالة للارتفاع وضعف في معدلات الأجور والإنفاق، وهذا واضح جدا في البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا. طب هل يمكن بأي شكل من الأشكال للشركات العاملة في بريطانيا تحقيق توازن ما بين الإنفاق المتزايد وبين تحقيق الأرباح في ظل التحديات اللي بنتكلم عنها؟ يعني هذا يمكن من خلال تدخل حكومي بوضع إجراءات أو إصلاحات لدى الشركات، سواء بتقديم حزم تحفيزية بمعدلات فائدة منخفضة، سواء من خلال برامج تمويلية محددة كما يقوم بها المركزي الأوروبي أو حتى بنك الشعب الصيني، وهو تقديم بعض البرامج بفائدة منخفضة لبعض القطاعات وبعض الشركات، أو حتى تقليل فواتير الطاقة لتلك الشركات حتى يتم الخروج من الأزمة الحالية. ولكن يعني كما لاحظنا خلال الفترة الأخيرة بأن
أغلب صناع القرار الذين يأتون على الساحة سواء في السياسة المالية أو حتى السياسة النقدية لا يكون هناك اتفاق، وبالتالي يؤدي ذلك إلى حالة من الضبابية وضعف في ثقة المستثمرين وتراجع معنويات المستهلكين، وبالتالي يكون يعني الطريق إلى إيجاد حل صعب جدا. يجب أن يكون هناك توافق لدى كافة الأطراف في الوقت الحالي للوصول إلى حل يرضي كافة الأطراف، ولكن طبعا كما ذكرت سيكون على حساب النمو الاقتصادي وسوف يكون على حساب المواطن البريطاني بسبب زيادة معدلات الفائدة على الكريدت كاردز أو البطاقات الائتمانية. شكرا جزيلا أستاذ عاصم منصور المحلل الاقتصادي على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات. إذن مشاهدينا في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا إنجي طاهر وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله.